أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه دين أن يحج مع أن دينه كثير، وإذا سدد نفقة الحج للدين لا تكفي سداد الدين كله؟ لا يحج حتى يبقى ما يحججه بعد سداد الدين، الدين مقدم، فإذا وفر للدين ما يسدده وبقيت عنده بقية يحج بها. أما إذا كان المال ضيق فإنه يبدأ بالدين أولاً.